مساء الخير. المنظومة الجوية مستمرة بالتأثير على المملكة حتى يوم الأربعاء. التفاصيل بعد الفاصل. الليلة تتساقط الثلوج بشكل متفرق وتترافق مع حدوث الانجماد بإذن الله. الثلاثاء تتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر وتترافق مع حدوث الرعد وقد تكون كثيفة على فترات. يليها عودة للانجماد ليلة الثلاثاء على الأربعاء مع بقاء الفرصة أي بقاء فرصة الثلوج على المناطق الجنوبية. خلال ساعات المساء سواء ساعات مساء الثلاثاء أو مساء الأربعاء ننصح الجميع بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب خطر الانجماد. نتمنى السلامة للجميع.